بسواعد بالمكتوب القصد المارد عمرها بتحبها يا ترى عمرها بجوارح بيضاء بمحبه بمحيط فرحة بحبه عمرها وزين على طرها عمرها صلبي على عتبي بتساند عتبي عمرها نسم يا شجرها عمرها يوسف ضوي ومقصودي على ان النعمة مرصودة عمرها ضوي يا عمرها عمرها عساس الحيطان الصلبي على عتبي بتساند عتبي عمرها نسم يا شجرها عمرها يوسف ضوي ومقصودي على اسم النعمة مرصودة عمرها وضوي يا قمر عمرها بسواعد عمرها بدايد عمرها بمحبي وزي عبري في العين عمرها بسواعد عمرها بدايد عمرها بمحبي وزي عبري في العين عمرها عمرها وحلقة جديدة يسعدنا أن نلتقي فيها معكم مشاهدينا متابعينا الوقوف على كل الجوانب الخدمية والتنموية في محافظة اللاذقية كل الجهات التي تعمل في تقديم الخدمة للمواطنين من بنى تحتية وبالتالي ما يرافقها أيضا من بعض الثغرات والثغرات والشكاوى التي تصل إلى المواطنين من خلالها ربما من بعض الخدمات أو حتى من سوء تنفيذ بعض المواقع كلها تصب في رسالتنا الإعلامية لتقديمها عبر برامجنا الخدمية الأسبوعية في قناة أوغريت التلفزيونية أيام السبت الاثنين عبر برنامج عمرها ويوم الخميس عبر برنامج خدمات اقتصادية. أهلا بكم إلى حلقة اليوم ونتمنى كالعادة دائما مشاركتكم وتقديم المقترحات في موضوع الحلقة الذي سنطرحه بعد الفاصل. مشاهدينا من المواضيع الملحة والتي هي على تماس مباشر مع المواطنين والتي تكون أيضا في معظم الحالات موضوع للحديث والتساؤل والكلام عنها وهي ظاهرة الحفريات التي تتبع لصيانة الطرق والمشاريع التي تتشارك فيها مؤسسات ومديريات مختلفة. موضوع حلقتنا اليوم عن الحفريات، ماذا عنها؟ ماذا عن الآفاق للوصول إلى شوارع أقل ما يمكن أن يكون فيها عدد من الحفريات التي تعيق المرور وتعيق جمال الشوارع والأرصفة؟ هذا الموضوع نطرحه اليوم مع الأستاذ المهندس نوار عثمان مدير الخدمات والصيانة في مجلس مدينة اللاذقية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا سيد الباب. طبعا يمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا في هذه الحلقة عبر اتصالاتكم وتقديم ما تودون طرحه فيما يتعلق بمجال الحفريات، وربما هناك بعض الحالات قد يصار إلى معالجتها، ربما نتمنى ذلك في هذه الحلقة وخلال ساعة من الزمن يعني عندما يوضع بصورتها الأستاذ نوار. ولكن قبل ذلك نقرأ هذه الافتتاحية التي كتبتها الزميلة رضا أحمد في مجال ظاهرة الحفريات، وهي الظاهرة القديمة الجديدة المنتشرة على مساحات واسعة ضمن مدن المحافظات وأيضا الطرق الريفية والزراعية، نمت وتكاثرت بمسببات واستمرت بأسباب ووصلت مرحلة الترهل وغياب القدرة في علاجها، وتحديدا ضمن المدن بأيادي المعنيين عن التنفيذ لمشاريع طرقية ماتت قبل أن تولد. فهذه الظاهرة التي يعاني منها المواطن في معظم شوارع المدينة وعلى مدى سنين بقيت ضمن مراحل العلاج المسكن كردم الحفريات وتسفيتها في بعض الشوارع، لتخرج في النهاية حالة من التلوث البصري والخطر المروري على كل أنواع وسائل النقل. فما هي الأسباب المؤدية لهذه الظاهرة القائمة؟ هل هي في نقص خبرة الدراسة والشروط الواجب توفرها في شق الشوارع وآلية التعبيد والتسفيت، أم هي في سوء التنفيذ الناجم عن تصارع أصحاب المصالح في كافة المديريات المعنية عن هذه الظاهرة؟ ونقول المديريات كونها مشتركة ما بين مديريات المياه والكهرباء والهاتف وغيرها من المديريات الخدمية، وربما هناك غياب للتنسيق بين هذه المديريات ومجلس مدينة اللاذقية.
فتارة نرى توسع لشبكة الهاتف تقوم بحفر الشوارع وتركها ليأتي الربيع لتوفير حالة التعبيد نتيجة الظروف المناخية. بعدها يأتي دور مؤسسة المياه وأيضا لتوسع الشبكة لتعود من جديد لحفر الشوارع والتصفيت والتعبيد. ثم تأتي الهاتف والصرف الصحي وغيرها من المديريات التي لها علاقة بشوارع المدينة، حتى أصبحت هذه الشوارع كالخرائط المرسومة من قبل الأطفال المبتدئين، لا شكل لها ولا حركة انسيابية أو مرونة ولا حتى إنهاء للحفريات في العديد من الشوارع. فإذا كان السادة المسؤولون يجهلون ما ينجم من مخاطر مالية جراء هذه الأعمال وعلى مدى سنين، أليس حري بالوزارات المختصة أن تضع خططا لإنجاز هذه المشاريع مجتمعة وضمن خطوط متكاملة لكافة الشبكات الخدمية لتوفير الهدر والابتعاد عن ظاهرة حفر الشوارع وتوفير الحد الأدنى لحركة النقل بشكل يتوافق مع الظروف المناخية والسرعات المطلوبة؟ هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار موضوع هدر رأس المال على الحفر والتعبيد والتصفيت في كل مرة لتوسع الشبكة ألا يبلغ مليارات، وهذا ما قصدنا به هدر المال العام. إذن ماذا عن موضوع الحفريات، وماذا عن معالجتها، وماذا عن التنسيق بين المديريات كافة للتقليل قدر الإمكان من وجود هذه الحفريات في شوارعنا؟ كيف تنجز؟ ما هو واقعها؟ ما هي الإمكانيات المتوفرة حالياً؟ لماذا يعني تكثر هذه الظاهرة التي كما ذكرنا في البداية هي قديمة وجديدة ويبدو أنها يعني من الصعب التخلص منها نهائيا، لكن قدر الإمكان التخفيف منها؟ هذا هو موضوع لقائنا معك أستاذ نوار، مرحب فيك مرة ثانية. أهلا وسهلا. ومثل ما قلنا كمان نترك للمشاهدين المشاركة كون هن اللي عم يقترحوا الحقيقة موضوعات حلقاتنا نتيجة اتصالاتهم ومقترحاتهم للمواضيع الخدمية اللي بتهمهم. موضوع الحفريات أستاذ نوار هيك ببساطة يعني قبل ما ندخل يعني بتعقيدات، ويعني ببساطة نحن موضوع حلقتنا اليوم صيانة الطرق والحفريات، أنتم مديريتكم الخدمات والصيانة اللي هي بمجلس المدينة المسؤولة عن الحدائق وصيانة الإنارة والمرور وأيضا الطرق، ممكن نمر على البقية لأن كل واحدة منهم بدها حلقة، لكن اليوم نحن الحقيقة منخصصها لصيانة الطرق. مجلس المدينة كيف يضع خطته السنوية لصيانة الطرق؟ طبعا الخطة السنوية مرتبطة، هي اسمها خطة، مرتبطة بالموازنة وواردات مجلس المدينة والإعانات اللي بتتقدم. بشكل عام الأعمال فيما يتعلق بالصيانة قسمين، صيانة حفريات كحفريات واقعة، حفريات صغيرة أبعادها متر مترين أو أكثر من ذلك، وصيانة مد شوارع بشكل كامل. بشكل عام طبعا احنا السنوات اللي مضيت في معروف لدى الكل موضوع الموازنة تخفضت نوعا ما فيما يتعلق بصيانة الطرق. العمل بيتم ببداية فصل الصيف او بداية 1/4 تقريبا، نحن بالبداية بنقوم بأعمال صيانة الحفريات. الشوارع اللي بدها صيانة بشكل كامل بنقوم بتنفيذ عقود مع مؤسسات الدولة بشكل عام، نحن أعمالنا كلها مع شركات قطاع العام، شركات الإسكان العسكري والإنشاءات والطرق والجسور. طبعا السنة المشكلة زادت عن السنوات اللي مضيت، طبعا في أسباب كثيرة. الخطة بس طولة. هي ليش زادت؟ يعني زادت الصيانة مثلا للشركات؟ لا، في 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 أسباب، هي أسباب هلا بعدد لك إياها، بس كيفية وضع الخطة للصيانة. طبعا نحن عنا لجان بتشوف الشوارع بشكل عام، وعنا شكاوى بترد عن طريق المواطنين عن طريق الإذاعة، بنسجلها وبداية كل عام بنوضع الخطة وفق الميزانية. هلا صيانة الحفر بشكل عام ما أنا مرتبطة بخطة، ما عندنا مشكلة بالتمويل. نبدأ بالشوارع الرئيسية وبعدين بالشوارع الفرعية الأكثر أهمية، معروف بموضوع الطرق درجات، درجة أولى ثانية ثالثة وما شابه. نحن بيهمنا بالبداية نخدم أكبر قدر من المواطنين، يعني ما معقول نمرق على شارع فرعي وبيكون الرئيسي محفر، نخلص الشوارع الرئيسية مركز المدينة وننتقل بعدين للضواحي. هيدي الخطة في مجال الحفرية. بضل موضوع الأسباب ليش السنة كانت زايدة. نعم رح نحكي عن الأسباب. إذا هلا السنة الميزانية تخفضت لأسباب شو؟ بشكل عام الميزانيات فيما يتعلق بصيانة الطرق بشكل عام. لا، أولا صيانة الأرصفة متوقف من عام 2012. مشاريع الهيئة في قرار المجلس الأعلى للتخطيط.
صيانه الطرق في يعني الميزانيه تخفضت، سواء ميزانيه استثماريه كمجلس مدينه او ميزانيه المستقله بتجي من مجلس المحافظه او اعانه بتجي عن طريق وزاره الاداره المحليه. طبعا في اولويات، يعني ما بس مجلس المدينه، وزاره الاداره المحليه في عندها التزامات اخرى تتعلق بالظروف بالازمه، هذا موضوع طبعا ملتزمين فيه بالخطه اللي بتطلع من المجلس الاعلى للطاقه. طب نحن حتى نعرف الاليه، يعني كيف بيقرر مجلس المدينه يبدا بهذا الشارع لردم حفرياته بعد ما تنتهي شركة ما مثلا من مشروع صرف صحي نفترض، بعدين بتصير عقود انتو معكم مع مجلس المدينة، ولا الشركة اللي مثلا هي بتنفذ هذا المشروع بيكون إلى جزء من يعني انتو وياها ممكن تتعاونوا، ولا لا كله مسؤولية مجلس المدينة؟ لا، في حالات نحن منقسمها لقسمين أساسيين. نحن ببداية كل عام قبل البداية بالشهر 11 أو 12 مراسل كل المؤسسات الخدمية ومنطالب أي مؤسسة عندها مشروع تبلغنا الموقع ومدة التنفيذ وزمن التنفيذ. الشوارع اللي بيكون فيها تقاطع، يعني أعمال مؤسسات الخدمية على سبيل المثال في شغل للمياه وللكهرباء، هيدي مجلس المدينة هو بيقوم بإعادة التنفيذ بس بيحصل التكاليف وفق النسب، وفق نسب الحفر من المؤسسات الخدمية. أما في حال الشارع ما في غير مؤسسة خدمية تقوم بالحفر، يقع على عاتق المؤسسة الخدمية. بس مع هيك يعني يا ريت يكون هذا يعني هذا الشيء ملموس على ارض ملموس الواقع. تماما ما راح نقول مطبق، يعني لان بصير يعني عدم مؤاخذه نوع من عدم تصديقكم. لا اكيد انتم صادقين، بس فعلا ما بنشوف على الواقع. لا المشكله في التباس. تمام، التباس يعني انه مثلا في حفريه، ليش ما فرد مره بتصير فيها اذا في مشكله صرف صحي وهاتف وكهرباء مع بعضهم تصير الحفريه شامله لمجمل ظروف هاي الحفريه؟ هلا طبعا في اسباب تتعلق بعمل الوزارات نفسها، الوزارات الخدميه غير وزاره الاداره المحليه والوحدات الاداريه. بس في وين الالتباس اللي عم بيصير؟ في فرق ما بين تنفيذ مشروع بالتنسيق مشروع كبير او صيانه. على سبيل المثال نحن قمنا بصيانه شارع، نعم، وخلصنا الصيانه لسبب ما صار في عطل باحد ال 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 بدون يرجع لكان. وهذا يعني عطل ما هو مشروع، تتعلق بمواطن عطل طارئ، عطل بالصرف الصحي، بده لسببين. اولا بدك تعالج المشكله، ثانيا اذا ما تصلح راح يخرب زفت اكثر فبصير اعمال حفر. طبعا السبب الرئيسي هو البنيه الاساسيه، البنيه الخدميه. نحن نحتاج ما بس بمدينه اللاذقيه، بكل منا لانفاق خدمه، فانفاق الخدمه لازم تكون يعني نفذت، وهذا موضوع بيخلي الكثير انفاق كثير من ولا انفاق؟ انفاق خدمه، انفاق، نعم، انفاق الخدمه هي انفاق، هي انفاق تم تنفيذها مع انشاء الطرق والارصفه تتضمن كافه الفعاليات الخدميه، يعني بالنفاق بتشوفي يعني جزء مخصص للكهرباء، هذا بيمنع الحفر مستقبلا، انفاق الخدمه غير موجوده. فنحن يعني هي شوارع قديمه معظمها، نحن عندنا طبعا يعني شوارع تعتمد الاوتوسترادات القديمه نفسها، اذا قلنا الجمهوريه. هلا شارع الثوره يمكن ملحوظه فيها هي، يعني الشوارع الحديثه والانفاق مفروض لا يكون ما في كمان ما لها ملحوظه. لا ما أنا ملحوظه. طيب طبعا في سبب يعني ليش حتى اثناء في سبب طبعا ما هو موضوع على مدار سنوات، بس لما نوقش موضوع انفاق الخدمه هو التكاليف العاليه لها. يعني انت لما بدك تنشئي شارع، طيب مو احسن لما نرجع نحط تكاليف؟ طبعا هذا موضوع استراتيجيه، طبعا استراتيجيه وتكاليف وعلى مدار سنوات، يعني وفق ادارات متعاقبه. وبده يعني طبعا قانون الاداره المحليه الجديد كثير اشار له الموضوع وطبق بخطط اللامركزيه، يعني نعم وجد بالقانون، بس تعرفي موضوع تطبيق القوانين بيصير اكثر من مشكله. بس المشكله صارت بالتنسيق بين الوزارات، طبعا موضوع مطروح، يعني اكيد الادارات بمختلف سواء اداره محليه او الاداره المتعلقه بالمؤسسات الخدميه ناقشت هالقضايا هذه. المشكله انه في بعض الوزارات والمؤسسات الخدميه تامين موادها وخططها مرتبطه بمناقصات على مستوى القطر. يعني على سبيل المثال هلا نحن اذا بنحكي مع مديريه الهاتف مساله شو خططك عام 2015، امتى بدك تبداي بالتنفيذ وامتى بتنتهي، غير قادره تعطينا مواعيد دقيقه، لانه هي مرتبطه بتوريد كابلات خاصه، الوزاره تعمل مناقصه على مستوى القطر وتوريدها وعقود خارجيه. يعني هو غياب التنسيق بنقدر نقول ما موضوع بس غياب شو؟ التنسيق في انا لهيك يعني نحن هيك نحن هيك اكيد في تنسيق يعني حاولنا يعني يعني الاخ اللي عم يتساءل عن التنسيق اكيد في عالم سبقوا بها التساؤل وموجودين، يعني لان يعني نحن مثل ما كمان جاء بالمقاله انه غياب التنسيق هدر للمال العام،
وما بتصور نحن ببلد يعني عم نخطو نحو اختصاص تنسيق المشاريع. هلا يعني رح أضرب لك مثال موجود عن التنسيق. نعم. الشارع الموجود في امام الشارع مسميه شارع الجلاء اللي هو امام الملعب البلدي. نعم. من شارع المغرب العربي لشارع الجمهوريه امام بوابه الملعب البلدي. نعم. يعني منطقيا جزء من حي الفاروس. الشركه العامه للصرف الصحي من فتره مؤسسه المياه قامت بتمديد خط. الشركه العامه للصرف الصحي عندها مشروع اوقفنا تنفيذ المشروع، رح يبدا ب1/3 لحتى الصرف الصحي يخلص شغله وبيقوم مجلس المدينه، لانه الشارع من الاصل سيء، يقوم مجلس المدينه بعدين الاكساء بشكل كامل. نعم. في تنسيق بس نحن ننسق يعني بالشكل المطلوب، يتضمن لازم يكون في انفاق خدمه تحت نقل من الحفريات الطارئه. الموضوع الثاني مرتبط بمؤسسات وخصوصا مديريه الهاتف. مديريه الهاتف تحديدا موضوع ما هو مرتبط بمدير، مرتبط باليه عمل الوزاره اللي هي بتطلب تجهيزاتها على مستوى القطر. المواضيع الثانيه يتعلق بالصرف الصحي لانه قساطل تركيبه من السوق المحليه وتجهيزها، يعني في تنسيق لمستوى رح اقول بالمشاريع مشاريع 80%. نعم. طيب نحن لنحكي المشهد اللي بنشوفه، نحن بنعرف انه اذا صارت حفريه يعني راحت لسنه، نحكي انا خليني هيك لو مثل المواطن بحديث الناس، يعني انه بنعرف صارت حفريه قدام بيت بشارع بحي انه راحت ما بنعرف بقى لايمتى، وحتى احيانا لو انردمت بتضل فتره كثير طويله ما رح نحدد يعني لحتى ممكن ترجع تتزفت، او بجوز احيانا بجهود شخصيه او التماسات شخصيه تصير فيما بعد بقى حسب كل واحد فهذا هي شو هي الظاهره يعني. هلا الموضوع مرتبط بالمؤسسات الخدميه، طبعا نحن من فتره من شهرين ثلاثه طالبنا المؤسسات الخدميه كلها تحطنا بصوره الحفريات الطارئه حتى نحن مستقبلا نقوم باعمال التسويه. هلا الخطه انه المؤسسه الخدميه تقوم بالحفر والردم، يبقى على مجلس المدينه فقط اعاده التسويه. طب انتم ما عندكم خطه طارئه يعني خطه للطوارئ؟ طبعا موجوده بس يعني بس في بعض الحالات بصراحه في بعض الحالات المؤسسات الخدميه ما بتعلم مجلس المدينه بالحفريات اللي بتقوم فيها. فنحن قانونا ممكن يعني طبعا رح تمر لعندكم، نحن عم نحكي واقع لا على عيني، ما يعني انه ما لازم تمر لعندكم قصدي كقانون يعني إيه كرخصة حفر ايه رخصة وهي انه تمر لعندكم، فكيف طبعا في بعض الحالات بتقوم بدون ما تمر لعنا. يعني هذا موضوع هيك يعني من راسه لحاله مثل ما بيقولوا، هذا ما يعتبر يعني تجاوز او يعني طبعا قانون خطأ يعني طبعا بيتحاسب عليه القانون. نحن طبعا نحن الحفريه اللي بتقوم بدون رخصه حفر القانون بيغرم الجهه اللي قامت بالحفر ضعفي التكاليف. ومع هيك عم بتصير؟ طبعا عم بتصير. نحن من نطبق القانون ليه برايي لغياب الثقه مثلا؟ لا ما غياب الثقه يعني عم بيصير، اذا عرفتوا ولا ما عرفتوا ما راح تزفتوا يعني عذرا. لا نحن عرفنا ولا ما عرفنا عم نزفت يعني عرفنا ولا ما عرفنا ما عم نزفت، بس البعض طبعا له اسبابه انه احيانا بتكون حفريه عم بتصير مثلا بالليل. نعم. خصوصا فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي، احيانا كثرة الشكاوى على موقع محدد. طبعا هذا الموضوع بالذات بصراحه في غياب تنسيق، يعني انا ضربت لك مثال عن تنسيق المشاريع موجود وبنسبه منيحه. اما التنسيق فيما يتعلق بالحفريات الطارئه في ضعف بالتنسيق، بس يعني حاليا عم نقوم بالاجراءات حتى الموضوع ينضبط. مجرد ما انضبط بتقل نوعا ما التجاوزات يعني، بس اغلب الحفريات هو مؤسسات خدميه. طيب يعني الميزانيه وتخفيضها يعني نحن ما راح نقول الغاء، هي تخفضت نسبيا يعني. شو ساعدتكم حتى الان يعني لتنجزوا خلال هذا العام؟ لان فعلا شايفين السنه كترانه الحفريات وكترانه الشوارع. تمام. الارصفه متوقف من 2000 لا الارصفه متوقف يمكن بلوك او ما موجود او الأرصفة. لا موجود، هو توصيات المجلس الاعلى للتخطيط من عام 2013، من بدايه عام 2013 ايقاف مشاريع الارصفه والاناره التزييني موجوده البنود يعني. لا في اولويات طبعا يعني في اهم نحن التزييني وهالامور، بس كمان الارصفه يعني شيء مهم، الانسان مواطنين يعني والناس رايحه جاي. الى حد ما طبعا في موضوع الخدمات الطرق اكثر اهميه من طبعا هيك بيعتبروا السنه الحفريات طبعا غير السنوات اللي قبل لعده اسباب. السبب الاساسي
هو طول فترة هطول الأمطار اللي صارت السنة، الله يعم الخير والحمد لله رب العالمين. عادة بشهر بداية شهر شباط بصير لنا فرصة إنه تكون الجو مشمس، الأحضارات نشفت، الأحضارات ما بقى في نسبة رطوبة عالية، ف ما كثير بتبين المشاكل هذه. بس نحن موسم الأمطار اللي كان كمدة وكغزارة مطرية، كل مجابل المجبول الزفتي متوقفة عن العمل لكل شركات القطاع العام. يعني حاليا المادة غير متوفرة يعني بشكل عام، هو للشمس لا بداية الشهر الرابع. طبعا نحن ما وقفنا ناطرين، يعني الفترة الماضية أكيد إذا هلا بلاحظوا أكيد ما بيصير إلا بجو جاف يعني. نحن الفترة الماضية حاولنا قدر الإمكان بمواد بشكل مؤقت الحفريات نردمها، يعني نحن بعض الحفريات وصلت معنا نحن أسبوعيا كل يوم تمر الورشات خصوصا بالشوارع الرئيسية وبتأثر على السلامة المرورية. يعني نحن معنا لقطات أستاذ الحقيقة، يعني معظم شوارعنا ونتيجة يعني ما شاء الله السنة الهطولات اللي كتير كبيرة، ونتيجة كمان يعني مشاكل الصرف الصحي، يعني عم بتصير شوارعنا معظمها بهذا الشكل. ويعني ما بعرف، يعني حتى لما عم بيصير تزفيت أحيانا من شيء ماضي بنلاحظ أنه هو عبارة عن ترقيع، يعني رقع وليست أنه مثلا أنه زفت كل الطريق. نفس الحفرة موجود فيها مادة جماش، هي مادة ردميات بشكل مؤقت، يعني ورشات ناقص أنه هي مؤقتة، لكن كانت لاحظي مبين طيب ليه حتى تكون مؤقتة؟ لأنه لعدم توفر مادة المجبول للزفت. وعم بيحطوا بحث كمان عن هي كمان المادة اللي عم نحطها هي حجر مكسر، اي شدة مطرية بتروح مباشرة. الاستفادة من الردميات نفسها هل يمكن اعادة؟ هلا على سبيل المثال هيدا المنطقة ساحة اول شيء اللقطة ساحة عدن ومدخل المدينة. تمام. طبعا بنص الشارع بيلتقي هذا. طبعا هيدي على فكره هو الوضع الأسوأ بالمدينه حاليا، وهو اللي اعطى هالفكره. بس طبعا موضوع ناقشناه كثير مع الشركه العامه للصرف الصحي. هذا بيكون صرف صحي، ما هيك؟ هذا صرف مطري. نعم مطري. طبعا اذا بتذكروا الاخوه المواطنين وبتذكري حضرتك، نحن السنوات الماضيه كلياتها هيدي المنطقه بالذات عند اي شده مطريه بيصير فيضانات. يعني حتى ببدايه العام قبل تنفيذ المشروع هيدا كثير عانوا الاختناقات، صار في اختناقات. ونلاحظ رغم غزارة الأمطار السنة فيما يتعلق بالشوارع التصريف المطري كان ممتاز، ليس جيد ممتاز. يعني ما شفنا أي شارع، حتى بطريق الشاطئ مرت فترة أنتوا جايين على الشغل يمكن لاحظتوها. صح. فدوار هو اللي عطى الانطباع السيء عن الحفريات. نحن كنا امام خيارين. هاي الحفريه استاذ هيك اللي بتترك مثل خطوط مستقيمه بنص الشارع، هي حفريه مؤسسات خدميه. ايوه هيدي بس لانه انتوا بيجي دوركم فيما بعد كمجلس مدينه. هلا هيك مثلا مثل هاي هلا هون انتوا عم تشتغلوا، او هاي حفريه يمكن؟ هي حفريه تجار صرف صحي. حفريه صرف صحي هيدي على ما اعتقد طريق الشاطئ. ايه هي طريق الشاطئ. طريق الشاطئ حتى مستقيم، يعني لاحظي هذه طريق الشاطئ. لا هيدي اللي صار فيها طبعا. نحن مباشره نسقنا مع الشركه العامه للصرف الصحي، صار في بعد المطر الغزير صار مشكله بشبكه الصرف الصحي. أيوه. اضطروا للاغطيه حتى يكشفوا الاغطيه ويقوموا باعمال الصيانه حتى يوصلوا. بس يعني فعلا انا عم بتسال انه هي نفس الشركه، يعني ليش هي ما بتعمل الردم مو التزفيت؟ لا الردم عم تعمل. الردم هي بس في موضوع ما يتعلق بالحفريه بدوار ساحه عدن. نحن كنا امام خيارين، يا اما ما رح نحل مشكله الصرف المطري وبالتالي نعاني من الفيضانات بطول موسم الشتاء، او نقوم باعمال الحفر طبعا كشركه عامه صرف صحي ومجلس المدينه، او نقوم باعمال الحفر ويتأجل التزفيت لواحد أربعة. تم مناقشة يعني تم كثير السيد رئيس مجلس المدينة ومدير عام الصرف الصحي، صار الاتفاق أنه نحن قارنا ما بين الخسائر اللي ممكن تصير من عدم تنفيذ مشروع الصرف الصحي وفيضانات، لأنه في كثير أبنية وبيوت فاضت عليها المي بأول مرة. طبعا في أولويات. تماما. فاخترنا نحن هذا الموضوع. نعم. وبشكل دائم الشركة العامة للصرف الصحي عم بتقوم بتنفيذ أعمال الردم. نعم نحن التقينا طبعا وعملنا طبعاً حلقة خاصة عن الصرف الصحي وبموسم الأمطار،
وحكينا عن الجهود يعني الله يعطيه العافية جميعاً. لا السنة بصراحة كانت كانوا كتير جهود كل شركات شركة الصرف الصحي ومجلس المدينة وكل الإدارات، كان موسم مميز فيما يتعلق بالتصريف المطري. بداية العام صارت مشاكل بس بعدين ما عاد. طيب يعني احيانا لو صار تزفيت يعني ما بيكون عمره طويل، يعني سرعان ما تبدا تطلع في المشاكل والتفاوت بالمستوى، وهي هون بنحكي عن يعني جودة التنفيذ. طبعا اكيد لا شك في هيك حاله، احنا ما بنحكي عن سوء التنفيذ، عم نحكي عن جوده التنفيذ. لا هو في اكيد يعني العمل، طبعا مجلس المدينه عقوده دائما عم بتكون مع شركات قطاع متمثله مثل ما حكيت باول حلقه، مختلفة العقود. بس عندكم مقاولين ومتعهدين ولا كله شركات؟ شركات قطاع عام المجهود. طبعا نحن ما راح نذكر يعني المؤسسات، في تفاوت بجودة التنفيذ بين شركة وأخرى. أكيد. وفي بعض الحالات صار فيها سوء تنفيذ. بس نحن أولا اداركنا سوء التنفيذ رقم واحد، رقم اثنين ألزمنا الشركة بإعادة الاعمال اللي طبعا فيها مجلس المدينه في اشراف دائم يعني. طبعا في اشراف. هلا انا راح اذكر لك مثال بعام 2014، ب 2014 طبعا بمعرض الحديث اللي بدنا نحكي نحن شو اشتغلنا ب 2014، كان في صيانه شوارع بالرمل الفلسطيني بحي القدس وبستان الليمون واحياء قنيناص الشارع الرئيسي وشوارع متفرعه، وبالزغزقانيه حوالي 80%، وبمروج دم سرخ وشارعين رئيسيين، ومنطقة بسنادة ويسمى جب حسن. كان عندنا طبعا مشكلة في بعض الشوارع بجب حسن، طبعا نفذنا حاليا فيها. نعم كان كثير يعني نحن كثير تجينا اتصالات، يعني انا مستغربة حتى اليوم انه ما عم يجينا، بنكون عم نحكي على الكهرباء بيجونا اتصالات تحديدا من السنة الماضية من جب حسن، كثير كان استدركنا جزء من الحفريات الموجودة عندهم وسيارات يعني اعاقة مرور والناس والوحل والى اخره، فالان يعني صار افضل ما هيك؟ طبعا نحن خدمنا جزء وضل جزء طبعا موجود بخطه عام 2015، طبعا جزء وقفناه هذا مثال على التنسيق، لانه شركه كهرباء خاطبتنا انه في عندها محوله بدها تحطها حتى تخدم الحي بالكهرباء، حتى عندهم كان مشكله كهرباء. كمان حلت مشكله الكهرباء، فنحن يعني اجلنا موضوع الزفت حتى تخلص الشركات من الشغل. هلا نحن ما بعرف يعني اذا في ممكن تكون احدى مشكلاتنا هو الزمن، يعني بجوز في مثلا اضطراري غياب التنسيق، لكن طبعا حتى كجدولة زمنية في عنا في تأخير تأخير دائما يعني. طبعا التأخير طبعا التأخير السبب انه لما بتنطرح المشكلة بدها دراسة وعقود بدها تتصدق وتأمين تمويل، ما انه موضوع يعني ما انه موضوع سهل وبده خطة، ف يعني خصوصا فيما يتعلق بالمشاريع صعب انه انت تطرحي المشكلة خلال ايام تشوفيها محلولة، الا اذا كنا نحن شايفينها سابقا. هلا انا يعني في نحن حاليا عندنا شكاوى باكثر من محل حاطينها بالخطه، فمحتمل احد المواطنين يتصل طرح على نفس المشكله نقول له بدايه الخامس محلوله، في بعض القضايا يعني ممكن اجلها لخطه السنوات القادمه. طيب بنرجع لموضوع جوده التنفيذ، نحن المواد الاوليه المستخدمه خاصه بالتزفيت يعني شو هي اول شيء بتكون، ومن وين عم نوفر ماده الزفت، وهل هي متوفره في ظل الظروف يعني والازمه الاقتصاديه اللي نحن فيها؟ طبعا كل الشركات كل المجابل تستخدم مواد الحصويات والسائل الزفتي، السائل الزفتي بتكون من المصفات. نعم. والحصويات مختلفه المنشا والجوده. نعم. بس انا اسفه لمقاطعتك، معنا ابو احمد على الهاتف، تفضل ابو احمد. مرحبا. اهلين ابو احمد. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. انا شكرا على البرامج بشكل حلو، بس ولكن هالكلام اللي عم ينحكى ما عم يتنفذ نهائيا. اي كلام؟ شو هو اللي ما عم يتنفذ؟ امس من فتره حكيت التوظيف اللي صار صديق بترجي. نعم. وحكيت معه مشان موضوعين عامين، الموضوع الاول هو مشان جامعه، طلاب الجامعه مشان الجزيره الوسطيه. نعم. مشان طلاب الجامعه بيقطعوا الطريق بتعرفي بتتفق والى اخره. صحيح. الموضوع الاهم من هيك في من كاسيه الاتحاد لا كلها طريق محطات، يعني بتمنى من الاستاذ اللي مصطفي فيتي استاذ هذا الطريق وشوفي من الكاسيه يعني لسوق الهال.
يعني ما معقول يا مدام لوبا، مستحيل يعني مستحيل الطريق هذا الموجود هناك. عم يصير ازدحام سيارات وعم يصير تقريبا حوادث، يعني ما معقول يعني الشخص بده يروح على اليمين او هذا بده يروح على اليسار، هذا بده يروح على اليسار، هذا بده يروح على اليمين، يعني ما معقول. وانا حكينا والاستاذ صديق وعدنا وانا عم بحكيك من الخليه وين. نعم الله يعطيك العافيه، ما رح نطول عليك. انا عم بطلب منك عدم الخصم، ما بطلب طلب شخصي، طلب عام. اكيد هذا شارع عام. شكرا لك. يعني معلش يعني لحد اللحظه ليش ما تنفذ؟ يعني وعدنا على اساس التنفيذ وما تنفذ شيء نهائيا. على عيني وصلت الفكره، حتى ما نطول عليك عم تحكي على الموبايل. شكرا بس لكل يعني هي مبادرات من المشاهدين واخوتنا المواطنين. شارع عرفته حضرتك من كازية الهلال، عم يقول كازية اتحاد الفلاحين لسوق الهال. لسوق الهال عفوا. يعني واقع الطريق معروف بحفرياته وبصعوبة يعني المرور فيه، هو طريق عام يعتبر. ايه طبعا لا مضبوط حكيوا للأخ الواعدينهم يعني السيد تماما. هلا هو تحديدا الطريق هذا طبعا كان في حفريات سابقة، زادت الحفريات بعد فتح المفيد 16 تشرين، لأنه غمر بالمياه بشكل كامل الطريق. بعد هلا يعني خلال شهر؟ لا كان تماما. نعم. هو كان وضعه سيء قبل. نعم. طيب ناخذ ام ايهام، نحن يعني ممكن كل الاتصالات. نعم تفضلي ام ايهام. يعطيكم العافيه. هلا الله يعافيك ام ايهام. الله يخليك يا رب. انا عم بحكي منطقه جبله قريه درميله. نحن بنشتغل طريقنا يمكن لها سنوات كثيره. شو هي عفوا؟ جبله. جبله قريه درميله. درميني. ايه حبيبي. تعال على حمام الكراحله. نعم. الطريق لها يمكن 10 سنين ونحن موعودين، ما بنعرف السنه، كل سنه بيوعدونا. نعم. ايه سنه وايه سنه. ممكن ولا لا. طيب شكرا لك. بس نحن هلا طرق الريف بتعرفوا حضراتكم مسؤوله عنا الخدمات الفنيه، نحن اليوم عن طرق داخل المدينه اللي مسؤول عنا مجلس المدينه، ومع هيك نحن ان شاء الله قريبا كمان نلتقي الاستاذ جمال امون مدير الخدمات الفنيه للحديث عن طرق الريف. سبق عملنا حلقه يمكن مع اول حلقه من حلقات عمرها كان عن يعني طرق الريف، ومع هيك تكرمي ام ايهم من حيل هذا يعني الحياه التساؤل للخدمات الفنيه. مثلا شان الطريق. كنا عم نحكي عن طريق سوق الهلال. هلا طرح موضوعين الاخ ابو احمد، الموضوع الاول هو موضوع عبور طلاب الجامعه من الجامعه عبر الجزر الوسطي. الجزر الوسطي. هلا اولا نفق الجامعه موجود، لازم يكون في التزام فيه طبعا. من الطلاب الطرف الجامعه في جسر المشعب. صح تمام، يعني ما في داعي ليمروا من تمام. يعني نحن دائما هذه المشكله موجوده، ما بس بهذا الموقع، موجوده على اوتوستراد الثوره بكل المواقع. يوجد عدد من جسور المشاة، الاخوه المواطنين بيتركوا الجسر وبيعبروا عبور خطر عليهم. تمام. فالنفق موجود والجسر المشاة موجود. نعم. فهو المشكله لازم يكون في التزام بالطلاب بالعبور والمسافه بيناتهم معنا بعيده، هي رقم واحد. رقم اثنين بس قبل اثنين ناخذ كمان ابو محمد. تفضل ابو محمد. يعطيك العافية مدام. الله يعافيك، أهلا وسهلا. شكرا للبرنامج، كثير حلو وكثير مفيد بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين. إن شاء الله إن شاء الله بيخافوا على البلد. إن شاء الله يا رب. البرنامج كثير حلو بس في ثغرة كثير صغيرة بتوقع ما حدا خاطر على باله بالنسبة لهالبرنامج. تفضل. حضرتك بتستضيفوا مثلا مسؤول. نعم. بالنسبة لمشكلة معينة، هيدي المشكلة بكل أكثر من طرف بيتدخل فيها. نعم. تروحوا تتركهم بتجيبوا طرف واحد، فالطرف الواحد بصير بيشتغل على الطرف الثاني والثاني بيشتغل على الطرف الثالث، فبنتمنى منكم عن جد يكون في اكثر من طرف واحد بالحلقه اللي بتنم المشكله المعينه عم نناقشها. على عيني، شكرا كثير لاقتراحك، مع انه نحن عم نحاول يعني وقت النقل مثلا بنجيب التمويل، بنجيب عضو مكتب تنفيذي نستضيفهم لحتى يكون في اكثر من راي، نحن عم نحاول دائما نعمل هيك، اذا وخاصه اذا تطلب الموضوع انه يكون في اكثر من جهه، هذا الشيء عم قدر الامكان عم نحاول نجسده يعني بحلقاتنا، ومع هيك اقتراحك مشكور ويؤخذ فيه اكيد. نعم استاذ، نرجع لسوق الهال. لكن الطريق سيء سابقا، زاد سوء بعد موضوع فتح المفيد ب 16 تشرين. نحن ما رح نوعد انه خلال ايام بده يكون بس يعني هو خلال شهر هيك صار الطريق ولا يعني كان سيء، زاد سوء بعد فتح المفيد. شو عمل الفتح المفيد صار فيه؟ لكن يعني الحفرة الموجودة زادت اتساعا وعدد الحفر زاد صراحة.
نحن مباشرة أرسلنا ورشات. طبعا هو في المشكلة ما كانت هون، كانت على مدخل الكراج كمان، حفرتين كتير سيئين على مدخل الكراج بشريحة الدخول والدوار أمام كراج كراجات جبلة. بس مثل ما حكينا هي مواد معنا مجبول زفتي المطرق، يعني نحن هلا بنشتغل بينزل مطر بترجع بتحفر من بدأ وجديد. على كل حال نحن خلال يومين رح نعمل بشكل مؤقت المعالجة بالمجهول الزفتي، ما رح تكون يعني قبل 1/4، ومنحاول قدر الإمكان نتابعها بحيث ما تشكل أي مشكلة للمخ بالمواطنين. نعم. طيب نحن بالنسبة للتنسيق، وكنا عم نحكي عن التنسيق مع الوزارات، حتى كيف ممكن هذا الشيء يصير عبر خطط، يعني كل وزارة، يعني إذا نحن على مستوى المديريات شوي بجوز عم يصعب، لأن كونهم مرتبطين مثل ما ذكرت حضرتك مثلا الهاتف مع وزاراتهم، يعني هل يمكن أنه الإدارة المحلية وطبعا أنتم كمجلس مدينة تقدروا تعملوا هاي الاستراتيجيات؟ هلا كمجلس مدينة طبعا الاستراتيجية فيما يتعلق بتنسيق المشاريع موجودة وبدقة. خبرتك المعوقات كانت هي في بعض المشاريع ما عندهم في مشكلة بالزمن، مثل ما حكيتي انه موضوع الوقت والزمن. الخطة الموجودة طبعا الفكرة الوحيدة فقط انه كل المديريات تكون خططها مانا مرتبطة بال يعني بوزارتها، فهذا بيعطيها مرونة أكثر للتنسيق مع الوحدات الإدارية. طبعا المعاناة ما بس مجلس مدينة اللاذقية، معروف يعني كل الوحدات طبعا الإدارية بالمحافظة وكل المحافظات الثانية. الحل الأمثل بإنشاء أنفاق خدمة طبعا هو الحل. بس انفاق خدمه يعني بدنا نعيد النظر بكل لا طرق. لا عم نحكي نحن بالمشاريع الجديده. الجديده طبعا ايه وين هلا عنا القديم بقى شو والجديد وين، يعني نحن ما بعرف هلا لاسباب يعني الظروف الحاليه نوعا ما المشاريع الجديده متوقفه طبعا، يعني معروف الاسباب. نحن عم نحكي الافكار حاليا طبعا. نحن بدايه يعني 2009 2010 خطط وزارة الإدارة المحلية، ونحن عم نحكي تجربتنا كمجلس مدينة، خطوات يعني رائعة بهالمجال، بس يعني ما التمسناها لأنه شفتي كيف صارت الظروف شوية سيئة. طيب رح ناخذ محمد، اتصال من محمد، تفضل محمد. مرحبا مدام لبابة. يا هلا، أهلا وسهلا. أنا والله من فترة وقت استضفت السيد مدير التموين عندكم. نعم. قدمنا شكوى مشان موضوع أجور السلافيس. نعم. يعني بس هيك حبيت انه الفت نظرك، يعني الموضوع عنده ما تنفذت ولا حدا سال عليها ولا كاني حكينا ولا ابدا. يعني السيد مدير التموين كتب عندك الملاحظات هون على الفاضي. ايه انتم بوقت اي منطقه كانت؟ والله منطقه البدروسيه البسيطه. البدروسيه مزبوط. يمكن ذكرتيني. صح تذكرنا وقت اللي قلت لنا انه عم ياخذ اجار زياده وبيحطوا اجار زياده. وعجبك ما عجبك ما صار شيء. هو يعني نحن دائما لما عم نستضيف الساده بالتموين عم بيوجهوا بانه انتم تضلوا او يعني على الاقل تقدموا شكوى، انتم قدموا الشكوى وقدمتوها عبر الاعلام وهم منتظرين. هي كونها مشكله عامه، منتظرين كمان اجتماع اللجنه الثانيه، لجنه السير والمرور، لحتى يمكن حدا صلى اسبوع، يمكن ما صلى اسبوع. صلى اسبوع مزبوط. يعني بس حبيت ولا شكرا. نحن رح نتصل مع السادة نفس ضيوفنا ونقول نحن يعني قدر الإمكان برنامجنا يحقق هاي المصداقية. شكرا كثير محمد لمتابعتك. أستاذ حضراتكم كمديرية خدمات وأنتوا معنيين بالمرور، بأي مجال معنيين بالمرور أيضا؟ أنا كمديرية الخدمات فيها دائرة اسمها دائرة السير والمرور، هي بتقوم بالتنسيق مع فرع المرور والشركات المعنية. طبعا أنا مندوب نحن من المجلس المدني. بالأجور ما لكم علاقة بالأجور؟ بالأجور لا. بالأجور لا، لأن إذا كان له علاقة فيما يتعلق المرور نحن باتجاهات الشوارع المدينة. باتجاهات الشوارع تخطيط الشوارع هو بيجي المرور والخطة يعني المرورية من قبلكم كخطة داخل المدينة؟ لا، من اللجنة الفرعية للمرور.
اللجنة الفرعية. اللجنة. نحن إذا عندنا أي مقترح أو أي قضية نعرضها على اللجنة الفرعية للمرور، بصير في نقاش ما بين مجلس المدينة واللجنة الفرعية والنقل. لأن أحياناً نتيجة الحفريات كمان أنتم بتضطروا لتغيير مسارات، ما بعرف أنتم مجلس المدينة اللي بغير ولا كمان المرور؟ لا، بالتنسيق مع المرور، بس نحن ولا مرة صارت أنه غيرنا مسار بسبب الحفريات. لا، بيكون في حفرية بصير الطريق نفسه مثلاً ذهاب وإياب. بشكل مؤقت يعني أثناء عمل مؤسسات الخدمة الحفريات طبعاً بصير في بتاخذوا رخصة حفر بالتنسيق معنا وبنحكي مع فرع المرور لمعالجة الموضوع. لا، أنا فكرت أنه بسبب الحفريات، وجود حفريات. طيب نحن وصرنا نتذكر وين كنا عم نحكي عن موضوع التنسيق. نعم، أنه مع الوزارات المعنية نفسها. طبعا لازم يكون الموضوع بالقانون تطبيق اللامركزية، يعني كان بالقانون الإدارة المحلية كتير نبعها الموضوع هذا، بس بيضل العمل وفق أولويات، يعني ممكن يكون في أولويات للوزارات الأخرى بالعمل تطبيق اللامركزية. طيب هلأ أنتم الشهر الرابع رح تبدوا تزفيت وصيانة الطرق، شو هي أولوياتكم ومن وين رح تبلشوا مثلا؟ شو خطتكم يعني؟ لأن في مثل ما قلنا الشوارع الأساسية ضروري يعني وأولوية، لكن حتى في كتير شوارع فرعية فعلا. تمام، بس في نحن عندنا موضوع الفكرة أنه ليش السنة زادت ظاهرة الحفريات. خبرتك موضوع الأمطار بشكل أول. اثنين، نحن قلة المشاريع السابقة فيما يتعلق بصيانة المجبول الزفتي ومد الشوارع بيخلي السنوات اللاحقة والبعدة تبين المشاكل أكثر. يعني نحن في شارع على سبيل المثال جيد نسبة 60% أو ممكن تأجيله للسنة القادمة. السنة القادمة ما عملنا إكساء بشكل كامل بس وضعه كتير، فلهالدرجة يعني لهالسبب السنة كانت متفاقمة. كمان نحن عندنا مشكلة هو الغلاء اللي صار أصاب يعني نحن كنا سابقا المتر المكعب من المجبول الزفتي سعره 3800 ليرة سورية، اليوم حوالي 22000. فالتكاليف يعني قد ايه زاد؟ يعني زاد بنسبه طبعا زاد حوالي 6 أضعاف. نحن سابقا لما نحكي انه مشروع بقيمه 10 مليون كان حي بالكامل يتم اكساؤه، حاليا بهالاسعار هيدي بشارع. طبعا ازداد الحصويات بسبب غلاء المازوت نقله، في بعض الاماكن كانت حصوياتها ممتازه بسبب الظروف صار صعب انه نجيبها. بس بنعرف انه بيتم الاستفاده من مخلفات ردميات؟ لا ما ابدا. لا، كله جديد بده يكون طبعا. لك طبعا الاستفاده ممكن علميا ممكن، بس تكاليفه كمان عاليه، فهذا احد الاسباب، غلاء المواد موسم الامطار والمشاريع اللي صارت حتى نحن نتفادى مشاكل التصريف المطري ادت لزياده الحفريات السنه. يعني نحن احيانا استاذ نوار يعني بنلتقي مع اساتذه وطلاب دراسات عليا بيعملوا كثير دراسات على مواد البناء وعلى مواد وبيطرحوا ابحاث كثير مهمه اللي بتخفف تكاليف مثل مثلا هذا النوع من المواد، وبشوف انه يعني البحث العلمي بوادي والتطبيق بوادي. يعني نحن لامتى مثلا بدنا نضل يعني نعتمد نفس المواد؟ ممكن نحن نستفيد من الشيء اللي عم بيصير بالبحث العلمي ونغير المواد بكلف أرخص، بفكرة التدوير، بفكرة ما بعرف. يعني نحن بنلتقي بحث علمي بنفرح على الأفكار اللي بتنطرح، وبنجي بنشوف الواقع أنه هذا هو، والتكاليف عم بتزيد والأعباء عم بتزيد، وبالتالي عم بتقل جودة الخدمات. ما بعرف أنتوا إلى أي حد ممكن الاستفادة من يعني من جديد العلم، جديد التطبيق العالمي او على الاقل الاقليمي بهذا المجال لمواد البناء؟ طبعا في ليس البناء مواد يعني طبعا المواد هذه يعني اعاده بسموها اعاده تدوير. نعم. يعني حتى في مجال القمامه الموضوع مدروس سابقا يعني طبعا، بس هو موضوع يعني لا هذا هيك الحياه هلا هيك خطر لي انه طبعا هو موضوع طالب الجامعه بيحسه. يعني نحن عم بحكي انا لما كنا بالجامعه، انت لما تخرجي من الجامعه صراحه في هو ما بين البحث الاكاديمي والواقع الفعلي. طبعا هو مسؤوليه الكل حل هذا الموضوع، بس مشكله الى زمان بينحكى فيها ولهلا ما انحلت. في هو كبيره سبب انه اللي بيكون طالب الجامعه لسبب ما هو بعيد عن الحلول الواقعيه،
نحن لحد الان كمجلس مدينه ما شفنا بحث هو بعيد عن الحلول الواقعيه ولا نحن ما عم ناخذ بالبحث العلمي يعني. انا عم بحكي كمجلس مدينه ما شفنا بحث علمي حول هذا الموضوع حتى نحن ما تقدم لكم يعني ما اجانا على مدر سنوات مضيت يعني انا على الاقل بقول حوالي 4-5 سنين مضوا ما اجانا بحث علمي فيما يتعلق بالمجبول الزفتي. هلا في بحث علمي كان موجود حول الاستفاده من مواد البناء بهذا مخلفات مواد البناء بهالموضوع هيدا طبعا من حوالي اشهر تمت مناقشته يعني اشهر يعني بيعتبر زمن بسيط حتى طبعاً. يصير على ارض الواقع لا حتى في خطه يعني انه ان شاء الله باعاده اعمار ما تهدم وما خربه الارهابيون انه ايضا باستخدام المواد يعني هلا في بحث قام في احد زملائنا بمجلس المدينه نعم حول مواد البناء استخدامها بس ما فيما يتعلق بالمجهول الزفتي فيما يتعلق بردميات طبقة أساس كراندميات طبقة أساس للطرق صار في من حوالي 2-3 شهور وتناقشت الفكرة بس يعني بدنا فترة حتى للتجربة ويكون على أرض الواقع يعني وحتى يكون مشاريع طبعا بس النقطة المهمة بالبحث ما أحد زملائنا بمجلس المدينة قدم بحث ماجستير بهذا الموضوع علما أنه الزفت يعتبر رخيص نسبيا بالنسبة لمواد البناء الاخرى يعني ما هيك ولا لا كان رخيص هلا انت اذا 22000 لا كان هلا اذا نحن عملنا مقارنه بس نحن عندنا مجابل يعني هذا انتاجنا انتاج وطني ما بنستورد شيء من الخارج لا بس التكاليف هو تكاليف السائل مجبول زفتي تكاليف المحروقات سواء الكسارات اللي بتقوم بانتاج الحصويات او نقلها من الاماكن يعني هلا بتشوفي طبعا نسبه واضحه ما بين شو كان سعر لتر المازوت وشو صار تكاليف هذا السبب نعم الحقيقة يعني مشكلة كمان زيادة التكاليف بهذا الشكل مع تخفيض الميزانية يعني وتوسع الحدود الإدارية للمدينة احنا بالسنتين الثلاثة الموضوع كمان تعرفي توسعت دخلت سخوبين وسنجوان وشيخ الحمى والبصة فجيت من كل الجهات ونحن بانتظار المخطط التنظيمي دائما بنحكي وكل مشكلة الحقيقة يعني نقع أو بروح نقول لك كل مشكلة بنكون عم نعالجها بالأخير نخلص إلى أنه الحل هو المخطط التنظيمي فيعني إن شاء الله نحن كمان كتير من القضايا بتنحل فعلا بصدور المخطط التنظيمي. هلأ مثل ما قلنا مديريتكم الخدمات والصيانة هي معنية بالحدائق وصيانة الإنارة والمرور والطرق يعني هلأ إذا نقول صيانة الإنارة يعني نقول أي إنارة نحن بالأصل ما في هلأ معنا كهرباء وما لا أكيد هي مفهومة بس يعني للأسف أنه تعودنا على عتمة يعني يعني إطفاء التيار الكهربائي بشكل دائم بس مع هيك أنه في ملاحظة عن يعني عواميد الكهرباء اللي هي بتم من خلالها سرقة بجوز كهرباء أو شوفها دائما هي طالعة لبرا ممكن تكون خطيرة ممكن غير أنه شكلها ممكن نشوف حتى أعمدة جراء العاصفة كتير نزلت أعمدة إنارة بالأرض شو عملتوا بهالأمر هذا؟ هلا أول شيء ببدأ من موضوع سقوط الأعمدة أثناء العاصفة يعني كان على ما أعتقد موضوع العاصفة مجلس المدينة وكل المعني بالموضوع عالجنا كل المشاكل بسرعة فائقة كان في ورشات طوارئ ونحن جانا كان في تعليمات طبعا من السيد المحافظ والسيد رئيس مجلس المدينه ورشات طوارئ تكون على هبه الاستعداد اي عمود اناره او شجره سقطت نتيجه خلال ساعات معدوده يعني كان تمت المعالجه طبعا صادفنا حالات سقوط اعمده بعضها بالشوارع وفي حالتين ثلاثه على سيارات للمواطنين تم معالجه الموضوع بشكل فوري وكامل فحاليا جراء العاصفه كل اعمده اللي سقطت تم معالجتها هذا الموضوع الفتحات الصيانه المخصصه بصراحه والسبب هو في عبث يعني في تخريب عبث من تخريب لكن متعمد لا يعني هو بيكون بدهم يعملوا بسطه بيضطروا انهم يفتحوا ياخذوا خط كهرباء هيك يعني هلا في السرقه الى طبعا نسبه والنسبه الاكبر في بعض الاعمال تخريب مقصود يعني تخريب المرافق العامه للاسف ما بس في تخريب بالحدائق في تخريب بعمده الاناره يعني مثلا نحن اغلب الحدائق اذا بتلاحظي العمدة القصيرة اللي 3 أمتار كلها مضروبة بالحجارة طبعا نحن ما عم نبرر المسؤولية ونقول انه مجلس المدينة لا انه قام بكل المطلوب منه بهالمجال بس كمان في من ثقافة تخريب المرافق العامة موجودة للأسف يعني
طبعا يعني موضوع خطر. نحن خلال الفترة القادمة راح نوزع ورش على كافة أحياء المدينة ونعالج موضوع فتحة العمود الإنارة. نعم. طيب نحن انتهى وقتنا أستاذ نوار، مترك الكلمة الأخيرة لحضراتكم، يعني قلنا شو هي الأولويات وقريبا هيك شوي بتخف ظاهرة الحفريات، وعلى الأقل أستاذ نوار يعني الشوارع اللي الحفرية فيها كتير يعني عم تعمل عمق، يعني بتنزل السيارة فيها وبتطلع، واللي هي الحقيقة أو بدهم يضطروا السيارات يتجنبوها، وهذا الشيء عم يعمل كمان صعوبة بالسير وزحمة، وممكن سيارة الورا ما تكون عرفانة طبعا مشاكل مرورية كتير. فشو بدنا نعد يعني الأخوة المواطنين بخطتكم القادمة طبعا خفف قدر الإمكان؟ الوعد على ثلاث مراحل، منذ يعني من تاريخ موسم الشتاء حتى بدء العمل المجهول الزفتي، بدنا نستمر بنفس الآلية. نحن بشكل عنا ورشات سيارة، أي حفرية بتقوم بردمها بشكل مؤقت بردميات مؤقتة، وعلى فكرة هي يعني مستقرة لحين حدوث أمطار غزيرة. نعم. بمختلف الشوارع والأماكن. المرحلة الثانية هي نحن بأقرب فرصة أول ما بدأ عملية إنتاج المجبول الزفتي رح نقوم بصيانة الحفر فقط، صيانة الحفر. طبعا انت رح يرجع اعاده العمل من المتعارف عليه بالتعميم عفوا اللي بتجينا بدءا من 1/4 بشكل عام. هلا الطقس ساعدنا، توقفت الامطار وكان في جو مشمس لفتره بحيث ما بقى في رطوبه بالحصويات وبالمواد الاوليه، بلشت تعملوا ردم اولي ممكن بلش بمنتصف التعليق واخر يعني. شيء التسويق لكن يعني فهيدي المرحله الثانيه. طبعا هيدي نحن بنبلش خطتنا شوارع رئيسيه، شوارع فرعيه، بعدين على الضواحي. المرحلة الثالثة بدءا بالشهر الخامس ونطبق خططنا بإكساء بعض الشوارع بشكل عام إن شاء الله. وبتتجهوا شوي للفرعية، يعني شو بيضل عندكم بقى بتتجهوا؟ طبعا احنا عندنا شكاوي، عندنا مدخل البصة، مدخل سنجوان، مدخل سكوبين، في شكاوي سابقة في بعض الطرق ضمن المدينة موجودة، نحن دارسينا بانتظار الخطة وشو المبلغ المخصص إن شاء الله. كمان عم بيقولوا لي المشروع السابع كم زملاء يعني فوق، في كتير أمثلة يعني إذا بدنا نحكي الحياة الأمثلة كتير نسبيا. ومع هيك إن شاء الله الوعود والجهات عم تعمل كل جهدها مع كل الظروف يعني والصعوبات اللي نحن عايشين فيها بظرف البلد وظرف الاقتصادي أيضا وظرف غلاء المواد، يعني الجهات المعنية عم تقوم بجهدها لتقديم دائما الصورة الأفضل حسب الإمكانيات في مجال ردم الحفريات وتصفية الطرق، واللي هو جزء من عمل خدمات المدينة عموما وعمل مجلس المدينة. مشكور. نحن نتشكر حضورك معنا اليوم المهندس نوار عثمان مدير الخدمات والصيانة في مجلس مدينة اللاذقية، نتشكرك وإن شاء الله إلى لقاءات قادمة نلتقي، بس تبلشوا بقى كمان الشغل و تزفيت وحتى الموضوع الإنارة والصيانة الإنارة كمان إن شاء الله بلقاء قادم نتوقف عند إنجازاتكم الجديدة إن شاء الله. أهلا وسهلا ست الوالدة. شكرا شكرا. ودائما أي عمل مشاهدينا هو يصب بإعمار بلدنا بالنظر إليه بمسؤولية أكبر لنبقى دائما عمرها. إلى اللقاء. تحلي بسواعد بالمجد وبالقصد المارد عمرها تتحبى يا ترى عمرها بجوانح بيضاء بمحبه بمحيط فرح بحبه عمرها وزينها نضرها عمرها ساسي الحيطان الصلبي على عتبي بتساند عتبي عمرها نسم يا شجرها عمرها ضوي ومقصودي على اسم النعمة مرصودي عمرها ضوي حيطان الصلبي على عتبي بتساند عتبي عمرها نسم يا شجرها يوت مضوي ومقصودي على اسم النعمة مرصودي عمرها وضوي